المشكل مشكل ثقة. هذه الحكومة اليوم تحكم بدون ثقة، تحكم بدون مقاربة صحيحة، تحكم بدون حنو على الشعب، تحكم بدون تواصل مع المجتمع. فين غادين؟ تحكم بدون انسجام بين 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 مكوناتها. فين غادين؟ شنو يمكن لنا نقولوا دابا؟ حيت حنا عندنا واحد المشكل، حنا الحزب ديالنا حزب معارض، لا بد يقول داكشي اللي كاين ماشي هو هذاك. والحمد لله حنا قلنا وكنقولوا، فهمتيني ولا لا؟ واخا بعض المرات الردود علينا كتكون قاسيه وكتكون صعيبه وكتكون خطيره، ولكن راه ما كاينش الاخوان السياسه بدون يعني سون ريسك. شنو هو الريسك؟ المخاطره. انتي لا بد يعني الا كدير السياسه وبغيتي دير السياسه في الحقيقه هي تقول للناس الحقيقه، هي هذه. حنا ربما ما تنقدوش نقولوا الحقيقه كلها، ولكن كنحاولوا. وكننصحوا، حنا شنو قلنا للناس بهذا الشيء ديال الغلاء اللي الذي اجتاح المواطنين؟ قلنا لهم كاجراء استعجالي قبل ما دير تكملوا داك الشيء ديالكم ديال، وهذه فكره ديال السي عبد الله، وانا بصراحه ووضوح وكل تواضع تنقول لكم اون لا روبري، وتبنيناها في الامانه العامه وخرجناها في البيان ديالنا. قلنا لهم اعطيوا للناس الدعم الغير المباشر اللي كنتو كتعطيوهم في الوقت ديال الكوفيد. عندكم اللوائح، عندكم، كانوا كيصيفطوا الفلوس. ما غير في الحقيقه هذيك انا اللي اقترحت عليهم، انا اللي اقترحتها وصلات، فهمتيني ولا لا؟ بسرعه دغيا صوبوها ودغيا تمشات الامور. هذيك ما غاديش تحل المشاكل ديال الفقر، ولكن المجتمع غيقول مع راسو هذه الحكومه كتفكر فيا. وهذاك اللي ما وصلوش غادي يقول الحمد لله وصلت لخالتي، وصلت لعمتي، وصل لباسيدي، وصل ما نعرف شنو الى اخره. وكيشعر الانسان بواحد النوع ديال الارتياح، وكتجدد الثقه ديالو في الحكومه. دابا حنا فين غاديين بهاد الحكومه هذه بدون ثقه؟ دابا حنا بحال الزوج والزوجه، الا الرجل ما بقاش كيثق في المراه والمراه ما بقاتش كتثق في الرجل، تخيلوا كيفاش غتكون الحياه ديالهم. فهمتيني ولا لا؟ داك الشيء اللي باقي لهم ريت ما يوصلوا للطلاق. داك الشيء اللي بقى لهم غيدوزوه في العذاب. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.